توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية بولندا. يوقع عن الجانب المصري السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعن الجانب البولندي السيد باواو يابوانسكي نائب وزير الخارجية. فليتفضل. ميموراندوم سبرافي سبوبراسي من زي أكاديميوم دبلوماتيشنو من سترسة براو زي غرانيشن يخشيش بوسبوليتا اي بولسكي عام انستيتوتم ستوديو في دبلوماتيشن من سترسة براو زي غرانيشن عربسكي ريبوبليك اجيبسكي بد بسوية زي ساني بولسكي بان سكرتاج ستانو باوي ويابونسكي عزيستروني اجيبسكي بان من سترسة براو زي غرانيشن سامح شكري.